السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما كملنا الجزء الأول من الجنرال برينسيبل اللي هو عبارة عن الاناتومي والفسيولوجي of the autonomic nervous system، بهاي المحاضرة راح ناخذ الريسبتر of the autonomic nervous system. الريسبتر of أول نوع من الريسبترات اللي هو الأدرينرجيك ريسبتر. لما نقول أدرينرجيك ريسبتر يعني الريسبتر اللي يشتغل عليها السمباثيتك نيرفس سيستم، يعني الريسبتر اللي يشتغل عليها الابينفرين والنوربينفرين والدرجات اللي تشبهن اللي راح ناخذهن بالمحاضرات القادمة. الالفا 1 راح نقسمها، شو عندنا احنا بالريسبترات؟ عندنا الفا وبيتا ريسبتر. الالفا نقسمها الى الفا 1 والفا 2، والبيتا نقسم الى بيتا 1 وبيتا 2. هاي الميكانيزم اللي موجودة هنا صراحة بس حفظوها هيجي، هاي جي اي معناها جي انهبيتري، جي كيو هي جي كيو وحدها، جي اس جي ستيميلاتري، جي اس جي ستيميلاتري، هاي كاختصارات. هاي حفظوها كميكانيزم، هاي الميكانيزم مال ريسبتر شلون يصير، صراحة مو هالقد مهمة، بس مرة اتوقع جتي ام سي كيو. مرة جتي ام سي كيو. هاي وحتى يمكن موجود ام سي كيو عليها بالمصدر بكاتزونج. مصدر كاتزونج موجود عليها سؤال الميكانيزم. الصراحة مو هالقد مهمة، يعني هاي مال فيسيولوجي وما جابوا عليها سؤال، يعني كتدريسيين يركزون على الفانكشن مالته، والفانكشن هم ما يجي سؤال، الفانكشن تجيك سؤال على الدراجات، فهاي مطلوب منك تفهمها، اذا ما تفهمها ما تفهم الدراج. نجي المان الى الالفا 1، الالفا 1 موجودة بالبلاد فيسل تسوي لي فيزو كونستركشن، اذا زايد البلاد بريشر. اذا الفا 1 ثاني شيء شو تسوي لي؟ كونتراكشن اوف ذا دايليتر بيوبل ماسل سوي لي مدرياسس. انتبهوا شغلة واحدة، هذا مو البيوبل، موجودة مصل منا وموجودة مصل منا، مشلبة منا، هاي الأوريجين مالتها وهذا الأوريجين مالتها. احنا نعرف المصل لما تصير بها كونتراكشن تنسحب نحو الأوريجين، تكسر نحو الأوريجين، يعني راح تكسر بهذا الاتجاه، ايش تصعد ايش هاي همين، فراح تسحب البيوبل، فش راح يصير بيه دايليشن، صار بي دايليشن. انتبهوا contraction of the dilator pupil سوالي dilatation بمن؟ بالpupil. اذا يسمونها midriasis. المدريا اي شيء يسوي توسع بالpupil يسوي increase بالintraocular pressure، يعني الضغط داخل العين راح يزيد. اي شيء يسوي midriasis، اي شيء يقلل من هذا الpupil اللي هو الدايميتر مالته، يقلل ميمه يسمونه مايوسيس، فش يسوي؟ يقلل الانترا اوكيلر بريشر. وهسه راح نشرحها، ليش راح نشرح بنهايه الادرينرجيك ريسبتر في الموضوع اسمه الجلوكوما اللي هو الزياده بالانترا اوكيلر بريشر، راح نشرح عليه. صور كلش حلوه يعني واضحه كلش، فانتم حفظوها هيك، هذا اللي يفيدكم. اما كان ميكانيزم اللي يريد يستمر ويانا. كذلك الالفا 1 ريسبتر، الفا 1 ريسبتر تسوي لي كونتراكشن بالأول سفنكتر، اللي تحفظوها أكثر شيء الانترنال يوريثرال سفنكتر، هاي حفظوها خلوها يمكم لأن الأدوية راح تشتغل عليها. ريلاكسيشن اوف اول وول صراحة هاي مو مهمة، ماكو أي دواء يشتغل عليها مثل اليوترس، حتى اليوترس بس ماكو علاج استخدمه يسوي ريلاكسيشن اليوترس هو الفا 1، ماكو هي شيء. ريلاكسيشن اليوترس، يورانير بلادر والانتستين، صراحة هاي مو هالقد مهمة، يعني لا تحفظوها عادي ماكو مشكلة، بس أهم شيء بلاد فيسل والكونتراكشن اوف اول سفنكتر والميدرياسز. ميدرياسز معناها توسع بالبيوبل، حفظوا هاي. ميوسز كونستركشن بالبيوبل. نجي المان الى الالفا 2، الالفا 2 موجوده بالبري سينابتيك اند. وين موجوده بالبري سينابتيك اند؟ هذا مو عندي البري سينابتيك فايبرز، هي موجوده هنا الفا 2. لما نسوي لها ستيميوليشن راح تقلل الريليز اوف نوربينفرين، قللت الريز مال نوربينفرين. اذا هاي شو تسوي لي؟ ديكريز بالبلاد بريشر، يعني قلل النوربينفرين، يعني البلاد بريشر قل بهاي الحاله. نجي المن الى البيتا 1، البيتا 1 وين موجوده؟ 1 هارت، نحفظها النيمونيك حلو شويه، 1 هارت، يعني عندنا واحد هارت مو اثنين، ف 1 هارت. فموجوده بالهارت، فزيد اول كاردييك بروبرتيز. شنو اول كاردييك بروبرتيز؟ يعني زيد للهارت ريتس، الهارت ريت يسموها بوزيتيف كرونوتروبيك. كرونو موجوده من كرونيسيتي، لما نقول كرونيك شيء كرونيك يعني فشي مستمر،
فكرونيك جاي من كرونيسيتي يعني زيادة بالنمبر بالنمبر يعني زيادة بالهارت ريتس. أما زيادة وكذلك زيد الفورس of contraction الفورس يسموها positive enotropic enotropic tropic positive enotropic. وكذلك موجودة بالكدني اللي مسؤولة عن شنو؟ مسؤولة عن الرنين ريليز. أهم شيء هي بالهارت حتى استعمالات أكثر شيء للهارت بس موجودة بالكدني كذلك مسؤولة عن الرنين ريليز الاستيميليشن ماذا هيأدي للرنين. تذكرون الرنين شو يسوي للرنين؟ يطلع من الكدني يتحول إلى أنجيوتنسين 1 أنجيوتنسين 1 الأنجيوتنسين 1 يتحول إلى أنجيوتنسين 2 الأنجيوتنسين 2 بواسطة الأنجيوتنسين كونفرتيك إنزيم الأنجيوتنسين 2 راح يشتغل على الأنجيوتنسين ريسبتر 1 أنجيوتنسين ريسبتر 2 هاي بالهايبرتنشن بعدين تاخذوها بالكارديو نشرح إن شاء الله. هسا كملنا من البيتا 1 البيتا 2 البيتا 2 البيتا 2 راح نبدأ من الأهم 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 اللي موجود عندنا حسب السهولة. أول شيء الألفا 2 كانت موجودة بالبري سينابتك البيتا 2 هم موجودة بالبري سينابتك نيرف إندينجز بس الألفا 2 كانت تسوي ديكريز بالرنين ريليز أما هاي تسوي إنكريز بالقصدي بالنوربينفرين ريليز ديكريز بالنوربينفرين ريليز أما البيتا 2 راح تزيد النوربينفرين ريليز ان اي هاي مو اي نوربينفرين ريليز أو نور أدرينالين يسمونه. بعدها إذا فد واحد يركض حظوها شلون إيش إذا واحد يركض هسا واحد يركض يحتاج شنو يحتاج سوى contraction للمصل مو سوى contraction زين المصل تحتاج النيوتريانت وتحتاج أكسجين هاي من يجي عن طريق blood vessel فراح يصير لفيزو dilation للblood vessel اللي موجودة بالسكيليتال المصل كذلك الهارت مو مصل راح يزيد الهارت ريت هم نحتاج اكسجين فراح يصير كذلك دايليتيشن بيمن بالكورونري ارتري اذا يسوي لي دايليتيشن بالكورونري بالبلاد فيسل اوف ذا فيزو دايليشن بالفيسل اللي موجوده بالسكيليتال مصل اللي موجوده بالكورونري ارتري. ثاني شيء اذا واحد هاي المصل هاي المصل مو تحتاج قلنا نيوتريانت هم ايش تحتاج من اللي هي جلوكوز تحتاج اذا راح يزيد الجلايكوجينوليسيس الجلايكوجينوليسيس هي عملية تحويل الجلايكوجين بالليفر إلى جلوكوز فراح يزيد الجلوكوز على مود استخدم المصل هاي حفظوه هيك. ثاني شيء هو مركض زين راح يحتاج إلى أكسجين بالريسبيريشن إذا راح يصير عنده برونكو دايليشن برونكو دايليشن. بعدها زين إذا واحد عنده يورينيشن يريد يورين ويريد يركض هو يريد يروح الحمام بس هو يريد يركض شلون بهاي الحالة يصير له contraction بالبلادر لا يصير له relaxation بالجي اي تي واليورانير بلادر. وكذلك إذا كانت وحدة حامل هاي ما لها استخدام طبعا ما لها استخدام فد clinical بس مثلا وحدة حامل وتركض إذا وحدة حامل وركضت زين هاي يعني تجيها إسقاط يعني سو contraction باليوترس لا يصير relaxation باليوترس عن طريق البيتا 2 ريسبتور. بعد شي يصير عندي skeletal muscle tremors skeletal muscle tremors شنو ترامر يعني رجفة بإيده تصير اللي ياخذون بيتا 2 هاي من ضمن السايد افكت اللي راح نذكرها. بعد شي يصير عندهم زيادة بالإكويس هيومر هذا مي أكو ترابيكولر ميشورك موجودة بالعين اسمها هسا نشرحها بالسلايد القادم أو بهذا السلايد راح نشرح الجلوكوما شلون ينطرح لهذا الإكويس هيومر. أكو ميش وورك موجودة هنا كلين يسموها ترابيكولر ميش وورك تنتج إكويس هيومر تنتج مي فهذا موجود عليها بيتا 2 ريسبتر لما يسوي الستيميليشن راح يزيد إفرازه فهزيد الانترا أوكيلر بريشر همين إذا زيادة الانترا أوكيلر بريشر تصير عن طريق زيادة إفراز الإكويس هيومر أو سبب الميدرياسس. ديكريز بالبلازما بوتاسيوم يسوي هايبركاليميا هاي مهمة أمي الهايبركاليميا مهمة موجودة وين بالسي ان اس سنترال سيمباثيتك اوت فلو زيتها هاي صراحة بالسي ان اس ستيميلنت حتى ما تاخذوها مو مهمة مو هالقد مهم هذا الشيء
إذن هاي أمور مهمة كلش. هسا كملنا من الريسبترات مال الأدرينرجيك ريسبتر لموضوع اللي قلت لكم نشرحه اللي هو الجلوكوما. هاي النورمال آي، هاي النورمال آي، هاي شن هاي؟ هاي اللينس موجودة، وهاي شنو اللي بيوبل هذا موجودة من هاي الدايليتر بيوبل، دايليتر بيوبل مصل هاي. الاكويس هيومر ينتج من هاي المنطقة اللي هي سموها ترابيكولر ميشورك، هو ينتج اكويس هيومر ويطلع من منطقة على مسيل اكسكريشن، على ما يجمع هذا الاكويس هيومر ويسوي زيادة بالانتراوكولر بريشر، يطلع من منطقة يسموها كانال اوف شليم، هنا فتحات موجودة فتطلع المي، تطلع تخرجه، هذا المي يجي من هنا تيجي فتحات اكو هنا يجي ويجي لهنا اللي هي ترابيكولر الكانال اوف شليم ويطلع، اذا ينتج بواسطه الترابيكولر ميش ورك ويطلع عن طريق الكانال اوف شليم. شوف الفيديو، شوفوا من يطلع ومن يدخل، هاي كنورمال، هاي كنورمال، سد شوفوها باعوا هنا، هاي كانال اوف شليم الاشار عليها. نجي هسه ابنورمال، اول نوعيه من الابنورمال، شنو هاي الابنورمال؟ هاي يسموها الجلوكوما. الجلوكوما صار لي هنا غلق بهاي المنطقه اللي يطلع اللي هي كانال اوف شليم، انسدت هاي المنطقه. بس شوفوا هنا الزاويه، شوفوا هنا الزاوية شنو مفتوحة، الانجل ماتها مفتوحة، فسموه هنا open angle glaucoma. فالمي لما راح يطلع من هنا، طلع من هنا المي وصل لهنا لقاها مسدودة، اذا راح يزيد الانترو اوكيلر بريشر، يزيد 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 الاكويس هيومر، اذا زاد الاكويس هيومر، اكويس هيومر، اذا زاد الانترو اوكيلر بريشر، اوكيلر بريشر راح يزيد الضغط على العين، على النيرف اللي موجوده هنا، فيسوي لي شنو؟ يسوي لي اعراض مال الجلوكوما اللي من ضمنها بلايندنس. مثلا واحد يجيكم يقول له عندي مي بعيني، هي هاي طريقه مال المي بعينه، شنو شنو معناها؟ بس اكو طريقه واحده، ما دام هاي اوبن انجل، اوبن انجل يعني المي يتصرف ممكن قليل بس، يعني قل التصريف مال المي، فهاي يسموها مرات كرونيك جلوكوما. كرونيك جلوكوما يعني تتطور تطور ما السمتم مالتها جراجولي، يعني مو بسرعة قاعد من النوم صار يعني يوم واحد وصارت عنده سمتم بلايدنس وألم بين هيديك، لا مو هيك، صارت عنده جراجولي 6 أشهر 7 أشهر يلا صارت هاي open angle. نجي للنوع الثاني، هاي open angle، open angle. نجي للنوع الثاني اللي هو close angle. شنو كلوز انجل؟ يعني الزاويه مسدوده، شوفوا هنا هنا الزاويه كانت مفتوحه، هنا الزاويه مسدوده، الزاويه مسدوده هنا، نجي دقيقه ثواني، الزاويه مسدوده، اذا هنا انا مسدوده فدنو بالكانال اوف شليم ماكو بعد، ها هي، اذا ايش راح يصير لهنا اذا مسدوده فدنو؟ المي خلال يوم واحد راح يرتفع الاكويس هيومر كلش اكيوتلي، وراح يسوي زياده بالانترا اوكيلر بريشر اكيوتس. اذا ايش راح يصير لي بهاي الحاله؟ راح يصير لي السيمتوم مال زياده بالانترا اوكيلر بريشر بسرعه سدن، راح يصير عندها بلايدنس هيديك بسرعه، هاي بالافثالمولوجي مرحله 5 تاخذوها، يعني ما عليكم بس بهاي المعلومات شويه تفيدكم، يعني زاد الانترا اوكيلر، اذا هاي ايمرجنسي كونديشن، ايمرجنسي كونديشن، مفهوم هسه هنا؟ نجي شوف الفيديو مالتنا، هاي صار دايليتيشن بالبيوبل، شوفوا هنا صار دايليتيشن بالبيوبل، شوفوا المي يطلع وما يقدر، يطلع وما يقدر، ما يطلع من مكانه من شفتوه يطلع من الترابيكولر ميش ورك، بس ما يقدر يعبر الى هاي المنطقه اللي هي الانتيرير تشامبر، سموها بوستير تشامبر وانتيرير تشامبر، الاي تنقسم اللي هي ما يطلع، يطلع ما يقدر يطلع لهاي المنطقه ويتصرف عن طريق الكانال اوف شليم. ليش ما يقدر؟ نجي نشرح لكم هاي ليش ما يقدر بهاي الحاله. ما يقدر لان هاي لما صار دايليتيشن، هاي المصل، هاي المصل هي بيوبل دايليتر، وهذا البيوبل، وهاي الايرس، وهاي اللينس، لما صار كونتراكشن سحبت لي ورا، شوفوا هسه هنا
انسحبت لي ورا، فانطبقت على اليمن على الايرس من قدام، وانطبقت على اليمن على اللينس من ورا، فسدت هاي المنطقة. شفتوا المي يريد يطلع، يريد يطلع بس يلقاها مسدودة هاي المنطقة، يلقاها هاي المنطقة يلقاها شنو مسدودة بسبب شنو الدايليتر بيوبل مصل لازقة على اللينس وعلى الايرس وتمنع خروج هذا المي. هذا سبب الميدرياسز ليش يسوي لي انكريز بالانترا اوكيلر بريشر. هو هذا موضوعنا الاساسي يعني، بس احنا شرحنا الجلوكوما تستفادون منها لان اكو علاجات تعالج الجلوكوما، فلما تسمعون الجلوكوما ستعرفون شنو معناها. هسه نبدي بالكولينرجيك ريسبتور. شو الكولينرجيك ريسبتور؟ هي عباره نوع ماسكارينيك ونيكوتينيك ريسبتور اللي هي يشتغل عليها البارا سمباثيتك نيرفس سيستم، كذلك بس الـ NM اللي قلناها عليها اللي هي راح يشتغل عليها السوماتيك نيرفس سيستم، بس احنا بشكل عام اللي هي البارا سمباثيتك نيرفس سيستم يسوي لي ستيمولايشن المن للكولينرجيك ريسبتور. عندنا اللي هي الماسكارينيك اللي هي الام والان اللي هي النيكوتينيك. الام عندنا 5 انواع بالان، بس الان اللي راح ناخذ اللي يفيدنا هي 3 انواع، 1 و2 و3. هسه نجي الى ام 1 المهم اللي تريدين تعرفونه، موجوده بالستامك تسوي انكريز بال HCL secretion، بس هاي راح ناخذها بمواضيع جايه انه مو بس الام 1 هي تسوي HCL secretion، لا كذلك الام 3 هم تساعدها، فاحنا هسه حفظوها انتم ما دام موجوده بالكتاب living codes موجوده increase M1 increase بال HCL secretion، وكذلك موجوده بال CNS. احنا شنو وظيفه الباراسمباثيتك بال الاسيتايلكولين اللي موجود داخل السنترال نيرفس سيستم؟ وظيفه الاسيتايلكولين موجوده بداخل السنترال نيرفس سيستم هي الذاكره، مسؤول على الذاكره بهاي الحاله، فهاي يعني حفظوها خليها ببالكم كمعلومه يعني. بس المهم احنا اهم شيء عندنا يزيد ال HCL secretion. هسه نجي الى M2 وين موجود؟ انتبهوا لهاي، موجود بالهارت، يعني لا تحفظون M1 احنا هناك بيتا 1 هارت موجودة بالهارت، اما هاي لا ماكو اي نيمونيك عليها، هي هنا نحفظوها. M2 موجودة وين؟ بالهارت، بس وين بالهارت؟ موجودة بالساين اتريال نود. شنو هي الساين اتريال نود؟ مو عندنا هذا الهارت، هذا الهارت، هذا الاتريوم وهذا الفنتريكل هذا النتو فنتريكل. الساينو اتريال نود موجودة هنا، موجودة وين؟ بالرايت اتريوم. هاي الساينو اتريال نود مسؤولة عن ينطي عازات عصبية الاتريو فنتريكل نود، بعدين تتحفز تطلع منه وتتحفز للباندل اوف هز تطلع الفنتريكل. اذا الساينو اتريال نود مسؤولة على اليمن، مسؤولة عن الهارت ريت، عن تنظيم الريت مال هارتس. فهي شو تسوي اذا سويت لها، اذا ال M2 تسوي لي انهبيشن للساينو اتريال نود، فهي مسؤوله، هي الساينو اتريال نود مسؤوله عن الهارت ريت، زياده الهارت ريت. اذا سويت لها بلوكينج فراح اسوي ديكريز بالهارت ريت، الديكريز بالهارت ريت يسمونه بريديكارديا. انتبهوا ما تسوي لي، احنا كنا بالبيتا، البيتا لما اسوي لها مثلا اغونست راح يسوي لي مثلا، شو يسوي لي البيتا ذا اغونست، بيتا 2 بيتا 1 اغونست راح يسوي لي شنو؟ انكريز بالهارت ريت يعني تاكيكارديا، وانكريز بالاينوتروبيك يعني زياده بالقوه. اما هنا لما سويت لها تحفيز بالام 2 راح تقلل الهارت ريت، بس ما تاثر على اليمن على الكونتراكتيليتي، على الفورس، ما اثرت على الفورس، بقت الفورس حاله حاله طبيعيه، بس الهارت ريت قل. هاي انتبهوا لها ان شاء الله. نجي الى الام 3 نجي الى الام 3 الام 3 هسه شنو الام 3 يسوي لي؟ فيزو دايليشن. هسه راح تقولون انه الباراس ما عندنا باراسمباثيتك فايبرز الى البلاد فيسل مثل ما شرحنا بالمحاضره الاولى، ما عندنا، بس اكو ريسبتر، اكو ريسبتر تشتغل عليها مواد موجوده بالاندوثيليوم تشتغل عليها، ما عليكم باسم المواد، ما عليكم كل شيء، موجوده مواد تشتغل على هذا الريسبتر وتسوي لي فيزو دايليشن. بعد شنو؟ كونتراكشن اوف اول وول اللي هي برونكاي جي اي تي يورينري بلادر، ريلاكسيشن اوف اول سفينكتر، ريلاكسيشن اوف اول سفينكتر.
باش اسوي لي زياده بال all body secretion. all body secretion شنو زياده بال all body secretion؟ يعني مثلا اهم شيء السويت جلاند راح يزيد لي الريليز اوف السويت جلاند، خصوصا هام all body secretion. انتبهوا الاكسكريني جلاند مثال عليها السويت جلاند، السويت جلاند اللي هي اللاكريمال جلاند، السليفر جلاند راح تزيد السكريشن مالتها. هاي انت بقولها مهمة. الاي شو راح تسوي لي؟ مايوسس. يعني شنو مايوسس؟ يعني كونستركشن بالبيوبل، كونستركشن بالبيوبل يعني راح يقل القطر مالته. فاذا قل القطر مالته يزيد الانتراوكيلا بريشر، لو يقل الانتراوكيلا بريشر يقل، فاذا قل يقل، اذا زاد يزيد. مفهوم هساي؟ هاي هنا أنا اللي هي راح تسوي لي سيلياري مسل كونتراكشن، اخذتوها بالفسيولوجي العملي اذا كنت جامعه مستنصريه. فراح سيلياري مسل كونتراكشن راح تسوي لي اكوميديشن ريفلكس فور نير فيجن، هي هاي السيلياري مسل كونتراكشن. هسه راح نشرحها بنهايه الفيديو، اللي يريد يحضرها يطلع. بس هي بشكل عام يعني سيلياري مسل كونتراكشن هي تكيف ذاتي انه للنير فيجن راح كونتراكشن كونتراكشن على مود جمع الاشعه الساقطه على الكونتراكشن بالهاي سيري موسل راح يسوي تحدب بيمن باللينس على مود شنو تجمع الاشعه الساقطه عليها. فهسه راح اشرحها بالنهايه سيري موسل كونتراكشن. اذا لما ننطي بلوكينج، المهم شلون هسه لما انت عرفت انه تسوي صح، لما ننطي بلوكينج للام 3 يعني انتاغونست للام 3 اكو فد عندنا اكو انتاغونست، سوت لي غلقت لي هذا الريسبتر، بعد ما عندي اكوميديشن ريفلكس، اذا هذا اللي اخذ هذا العلاج ما بعد ما يقدر يشوف الاشياء القريبه، يعني فد شيء قريب ما يقدر يشوفه بعد لان ما اخذ هذا العلاج، ما اخذ هاي البلوكر. هاي بعدين راح ناخذها يعني بالنهايه، بس اقول لكم شنو الفائده مالتها من دراستنا لهاي الريسبتورات. نجي من الى النيكوتينيك ريسبتور. النيكوتينيك ريسبتور اللي هي الان ان صغيره، شو قلنا هاي النيكوتينيك ريسبتور موجوده وين؟ بالنيرف. وعندنا ان وام صغيره موجوده وين؟ بالسكليتال مسل. هاي شو تسوي الان وان صغيره؟ اول اوتونوم، وين موجوده؟ بالاول اوتونوميك جانجليا والادرينال ميدلا. والام الصغيره موجوده بالنيورو ماسكولار جانكشن سكليتال مسل كونتراكشن وظيفتها. هاي قلناها شرحناها بالبدايه يعني ما يحتاج بعد صراحه ما لها اهميه في الدوائيه او شيء، بس هاي لها اهميه دوائيه بالنهايه راح ناخذها، بس هاي لا مالها صراحه مو هالقد. هسه نجي الى موضوع اللي قلت لكم عليه وعدتكم به انه شرحه لازم الاكوميديشن ريفلكس. نجي هسه هاي الاناتومي اوف ذا اي، اناتومي اوف ذا اي. هاي اللينس، وهاي هي السيلياري مسل. هاي السيلياري مسل راح ناخذ مقطع من هنا، مقطع هذا المقطع راح ناخذه ونشرح عليه على صفحة. هذا اخذنا هذا المقطع حطيناه هيك وقلنا نشرح عليه. هاي هي السيلياري مسل، وهاي السيلياري مسل هاي نورمال كنورمال، يعني ما عندي لا اكوميديشن ريفلكس ولا هاي. هسه نشرح شنو الاكوميديشن ريفلكس. هسه كنورمال يعني اي جت باو، انت هسه جت باو على شيء بعيد، اذا جت باو على اللابتوب لا هاي صار لك اكوميديشن ريفلكس، بس لا اذا جت باو على شيء بعيد فعادي ما صار اكوميديشن ريفلكس لك. هسه هاي نورمال راح نشوف شنو نورمال، يعني صاير بيها ريلاكسيشن. ريلاكسيشن راح نشوف هاي الليجمنت، هاي شو يسموها الليجمنت؟ هاي يسموها سسبنسوري ليجمنت، مشلبه وين؟ هاي اللنس، مشلبه باللنس. فلما صاير بيها هسه ريلاكسيشن مسحوبه لورا، ريلاكسيشن بالسيلياري مسل مسحوبه لورا. اذا سسبنسوري ليجمنت صاير بيها سسبنسوري ليجمنت هنا سسبنسوري ليجمنت صاير بيها ستريتش، يعني during the relaxation of ciliary muscle. انت بقول هالشغلة relaxation بالciliary muscle، الciliary muscle لما تصير بيها relaxation ترجع لي ورا، ترجع لمكانها الأصلي اللي هو لي ورا هنا. فالسسبنسر ليجمنت يصير بيها stretching، راح تصير مطبوبة.
فش راح تسوي؟ راح تسحب اللينس، تخليها أكثر تسطح، تخليها مسطحة. مفهوم هالسنة؟ نجي المن إلى accommodation reflex. صار عندي accommodation reflex هنا أنا. صار بيها contraction، تقدمت لي قدام، صار بيها contraction فتقدمت شنو لي قدام، فش صار لي suspensory ligaments، صار بيها relaxation، relax suspensory ligaments، هاي الخيوط شلون الخيوط صايرة، صار بيها relaxation يعني تقدمت اضطتها مساحة، فاللينس صار بيها صار نفس الطوبة بيضوية، صارت زاد التقعرات مالتها من قدام ومن ورا. هسا هاي مفهومة؟ هسا راح اشوفكم فيديو شلون دي يصير هذا الاكوميديشن ريفلكس. هسا دقائق يطلع الفيديو لكم. هذا الفيديو شوفوا شلون شلون صار contraction و relaxation. خلنا نعيد لكم. دقائق سيطلع الفيديو لكم. شلون هسه هاي relaxation، هاي صار بيها contraction. ما عليكم بالسيدير، انتبهوا ان شاء الله واحدة، ما عليكم بالسيدير، انا جاي اقول contraction، ما عليكم بالليجمنت هاي suspensory ligament، عليكم بالمصل. المصل لما جاي يصير بيها contraction تتقدم لي قدام، فيصير ريلاكس بالsuspensory ligament، فيصير شنو ينطي مجال اللنس، اللنس راح يصير بيها تقعر، تصير هيج بيضوية على مود تستقبل الضوء والجمعة وتودي المن للشبكية. ها كلها تقريبا بالاوفثالمولوجي تنوخذ كاملة يعني اشياء كاملة، بس هاي اشرح لكم اياها على مود تفهمون شنو الوضعية. هسه اكو شيء صراحة ذكرته هسه بال ادرينرجيك ريسبتر، اكو عندنا ويا البيتا 2، ويا البيتا 2، البيتا 2 عندي اكو بيتا 3 هميان. البيتا 3 هاي تسوي لايبوليسيس، لايبوليسيس، بس لايبوليسيس هسه راح تقول انه ليش ما استخدمها بال هذول اللي تنحيف؟ لا، تكون هاي موجودة بأماكن وما موجودة بأماكن ثانية، مثلا موجودة بالوجه، موجودة بالإيد، موجودة بالرجل، يعني أكو dominant بيها، مثلا dominant بالرجل dominant، فراح تضعف مناطق معينة فما تفيدني بالتنحيف. وثاني أكو استخدام أكو بالديتروزال مصل، ديتروزال مصل الموجودة هي المصل مال مال يورينير بلادر، يورينير بلادر بيها مصل هاي، فهاي البيتا، البيتا 3 هم الموجودة بيها، فأكو علاج عليها يعني صراحة مو هالقد، مو هالقد مهم ولا أكو إلا استعمال يعني صراحة، بس ضايفين على الكتاب يعني بهاي طبعة جديدة ضافوها على الكتاب. هسه إذا تشوفون ملازم مالكم ما موجودة، لأن أكو طبعات قديمة يعني ما محثين ملازمهم، أكو أساتذة ما أدري ليش. المهم أكو الدواء الجديد اللي طلع هسه الطبعة مال ليبينكوتس، فموجود هو هذا العلاج، أكو يشتغل على البيتا 3 راح أشرحها يعني، فالصراحة هي مو مهمة لأن حتى هذا العلاج ما مستخدم. واكو شيء ثاني همين، احنا مو قلنا المي، المي يطلع من منطقه اسمها الترابيكولار ميشورك، ترابيكولار ميشورك موجوده هنا انا هاي ترابيكولار ميشورك. اما المنطقه اللي يتفرغ من يمها اللي اخلص من يمها الايكوس اللي تنتج ترابيكولار ميشورك، اللي المنطقه اللي يتخلص من يمها اللي هي هنا اللي اسمها الكانال اوف شليم، فهاي كاناتومي لازم ماخذيها انتو بالاناتومي، بس خاف يعني احد ما يعرفها. هسه كملنا من هاي المحاضرة General Principle، كمل General Principle، من المحاضرة القادمة إن شاء الله راح يبدي وياكم إلى الدراج، نبدأ بالفارماكولوجي. ونصيحة بس هذا الفيسيولوجي اللي هو مطلوب من يمك، غيره ما مطلوب أبدا، ما راح يجيك بالامتحان. هذا اللي شرحنا أصلا ما راح يجيك سؤال عرف البيتا أو انطيني all the following are the true except على ذني، ما يجيك، يجيك على الأدوية راح تجي، أبد أبد ما جاي سؤال على ذني. انتبهوا لهاي الشغلة، هاي افهموها، عيد الفيديوهات شلون تفهمون، تفهمون حد ما تفهمون هاي الانترودكشن الجنرال برنسبل. أما الأدوية لا، أقوى أشياء تحفظوها لازم يعني تجيب الامتحان، أما هذا لا. شكرا جزيلا.